بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 127. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحرم المكي لا يجوز قتل الصيد فيه، سواء من المحرم أو من غير المحرم، لا ينفر صيده، تنفير لا يجوز، فكيف بالقتل؟ لكن هناك أشياء تقتل في الحل وفي الحرم، وهي المؤذيات، المؤذيات التي تؤذي الناس، هذه تقتل دفعا لأذاها، الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور. نعم. باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم. 5 فواسق، الفسق هو الخروج، هو الخروج عن طاعة الله عز وجل وعن الأذى، الخروج عن الأذى. فالذي لا يؤذي لا يقتل في الحرم، وأما المؤذي فيقتل في الحرم وفي غيره، وهي 5 فواسق. نعم. 5 فواسق، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم. الغراب، الغراب، الغراب الأبقع، الغراب الأبقع، لأنه من المؤذيات. نعم. والحدأة، والحدأة التي تخطف اللحم، الحدأة طائر يخطف اللحم. نعم. والعقرب، والعقرب معروفة. نعم. والفأرة، نعم، والفأرة، الفار، الفأرة، نعم، الفأرة، لأنها من الفواسق، لأنها تؤذي في البيت، وقد تشعل النار في البيت على أهله، مؤذية. نعم. والكلب العقور، والكلب العقور الذي يعض الناس، يعقر الناس، يعني يعتدي عليهم بالعض، هذا هو العقور. أما الكلب الذي لا يؤذي الناس ولا يعقر، هذا لا يقتل. نعم. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. رواه الجماعة إلى الترمذي. وفي لفظ: 5 لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدية، والكلب العقور. رواه أحمد ومسلم والنسائي. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى. رواه مسلم. نعم، أمر محرما بقتل حية في منى، يعني في الحرم، لأن الحية مؤذية تلدغ. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم فقال حدثتني إحدى نسوتي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية رواه مسلم. نعم مثل الحديث الذي قبله هذه الخمس. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن فاسقة يعني خارجة عن العادة والمألوف خارجة عن العادة والمألوف. نعم. خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب رواه أحمد. نعم. باب تفضيل مكة على سائر البلاد. نعم مكة المشرفة أم القرى شرفها الله على سائر البلاد فهي أفضل البقاع وأفضل البلاد على وجه الأرض لما فيها من الكعبة المشرفة والمشاعر حولها فهي معظمة منذ بناها الخليل إبراهيم عليه السلام بل قبل من عهد آدم عليه السلام وهي معظمة ومحرمة وضع الله حولها حرما محددا حماية لما حولها. نعم. باب تفضيل مكة على سائر البلاد. عن عبد الله ابن عدي ابن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة وهو واقف بالحزورة في سوق مكة والله حينما خرج مهاجرا عليه الصلاة والسلام وقف بالحزورة في هذا الموضع وهو على حدود الحرم. نعم. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة والله إنك لخير أرض الله في سوق مكة لأن هناك أسواق الجاهلية معروفة للبيع والشراء وجلب البضائع ومنها ذي المجاز سوق ذي المجاز بعرفات ومنها سوق مكة وأسواق كانت سوق عكاظ هذه محلات للبيع والشراء. نعم. والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله هذا في دليل على أنه ليس هناك مكان أفضل من الكعبة أفضل من مكة المشرفة المدينة بعدها ثم بيت المقدس مساجد الثلاثة مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هذه البلدان الثلاثة هي أفضل البلدان على وجه الأرض وهي على الترتيب أولا مكة ثانيا المدينة وإن كان هناك خلاف من بعضهم أن بعضهم يفضل المدينة على مكة ولكن الصحيح أن مكة هي أفضل البقاع وأفضل البلاد على وجه الأرض. نعم. والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. نعم أخرجه المشركون لما ضايقوه وضايقوا أصحابه وآذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآذوا أصحابه
أذن الله لرسوله ولصحابته بالهجرة من مكة إلى المدينة بعدما جاء وفد من الأنصار وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، فصادف أنه صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على القبائل ومن جملتهم الأنصار، جملتهم الأوس والخزرج، الأوس والخزرج من المدينة عند العقبة، عند جمرة العقبة، جاءهم وعرض عليهم نفسه وعرض عليهم دعوته وعرض عليهم أن يؤمنوه، فبايعه جماعة منهم بيعة العقبة الأولى، ثم ذهبوا إلى المدينة ودعوا قومهم إلى الإسلام، فأسلم منهم عدد كثير، وجاءوا بعد ذلك في العام الذي بعده حاجين وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية، البيعة الثانية عند جمرة العقبة، على أن يهاجر إليهم وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم، فتمت البيعة الثانية، وبعدها أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يهاجروا، فهاجروا، ثم خافوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلحق بهم، فشددوا القبضة على الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يلحق بأصحابه، وباتوا عند بيته يحرسونه لئلا يخرج، جاءوا بجماعة من شجعانهم، من شبابهم الشجعان، وأعطوا كل واحد منهم سيفا، ووقفوا عند بابه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه، وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه في بيته، خرج من بينهم وهم لا يشعرون، ذر على رؤوسهم التراب فأعمى الله أبصارهم عنه، خرج من بينهم وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، فجهز أبو بكر رضي الله عنه نجيبتين من الإبل، واستأجر دليلا يدلهم الطريق إلى المدينة، ثم خرج هو وأبو بكر إلى غار ثور، غار ثور جنوب مكة، اختفيا فيه في غار ثور ليعمي الخبر عليهم، لأن طريقه للشمال وهو راح إلى الجنوب في غار ثور جنوب مكة، فخرجوا يبحثون عنه وأخرجوا الأموال لمن يأتي به حيا أو ميتا، حتى جاءوا إلى الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وقفوا على الغار ولم يبصروهم، قال يا رسول الله، خائفا على الرسول، يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، قال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، فأنزل الله جل وعلا إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني هو أبو بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ هما في الغار، يعني غار ثور، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم. ولولا
أني أخرجت منك ما خرجت، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. ولولا أني أخرجت منك، أخرجه المشركون ما خرج منها حبا لها، وهذا يدل على أنها أفضل البلاد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، رواه الترمذي وصححه. وهذا أيضا كالذي قبله يدل على أن مكة هي أفضل البلاد على الإطلاق. نعم. باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره. المدينة أيضا لها حرم، كما حرم إبراهيم مكة، محمد صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، وضع لها حرما ما بين جبل عير إلى جبل ثور. جبل عير من جهة الشمال، وهو المطل على ذي الحليفة، الجبل المطل على ذي الحليفة، سمي عيرا لأنه يشبه العير، ممتد، ظهره ممتد كما هو مشاهد. وأما جبل ثور فهو جبل صغير أحمر عند جبل أحد، خلف جبل أحد. نعم. هذا حرم المدينة من جهة الشمال والجنوب، من عير إلى ثور. أما من جهة الشرق والغرب فما بين الحرتين، ما بين اللابتين الحرتين الشرقية والغربية. نعم. باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره. يعني حرم المدينة. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. نعم. مختصر من حديث متفق عليه. من الجنوب إلى الشمال، ما بين عير إلى جبل ثور. نعم. وليس هو ثور اللي في مكة، ثور آخر. نعم. وفي حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: لا يختلى خلاها. لا يختلى خلاها، العشب يعني لا يحش يؤخذ. أما أنه ترعاه الإبل فلا بأس، أو الغنم لا بأس، ترعاه الإبل والغنم، لكن ما أحد يجي ويقطعه، يقطع العشب كما هو في غيره من نبات البر. نعم. ولا ينفر صيدها. ولا ينفر صيدها، يطرد من مكانه بل يؤمن. نعم. ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها. ولا تلتقط لقطتها، اللقطة هي المال الضائع، وحكمه أن من وجده يأخذه ويعرفه سنة، من ضاع له كذا وكذا، من ضاع له، فإن جاء صاحبه دفعه إليه، وإن تمت السنة بعد التعريف ولم يأتي أحد فهو لواجده. هذا في غير حرم مكة والمدينة. أما في حرم مكة والمدينة فلا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني لمن يعرفها دائما حتى يجدها صاحبها. نعم. لا تحل بالتعريف ولا بتمام سنة. نعم. ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال. ولا يحل حمل السلاح في مكة والمدينة للقتال إلا إذا اعتدوا علينا فإنهم يقاتلون، فإنهم يقاتلون. أما إذا لم يعتدوا فإنهم يؤمنون إلى أن يخرجوا. وكان الرجل يلقى قاتل أبيه في الحرم فلا يعترض عليه بشيء أو يروعه حتى يخرج من الحرم. نعم. ولا يصلح أن يقطع فيها شجرة إلا
أن يعلف رجل بعيرة ولا يقطع بها شجرة إلا الذي يعلف بعيرة، لا بأس أن يأخذه، يأخذ الشجر يقطعه لبعيره. نعم. رواه أحمد وأبو داود، لأن هذا للحاجة. نعم. وعن عباد ابن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. متفق عليه. نعم، إبراهيم عليه السلام حرم مكة، حرم مكة يعني حدد لها حرما من حولها، حدد لها حرما من حولها وحماه بذلك. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فعل مثل في مدينة مثل فعل إبراهيم في مكة، حدد لها حرما. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. لابتين يعني الحرتين الشرقية والغربية، هذا من جهة الشرق والغرب، أما من جهة الشمال والجنوب فمن عير إلى ثور. نعم. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. متفق عليه. نعم، لها حرم ولها حما، الحما حول الحرم، المدينة لها حرم ولها حما حول الحرم أيضا. نعم. وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في المدينة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد. رواه أحمد. أن يخبط أو يعضد، يخبط يعني يضرب بالخشبة حتى يتهال الورق، لا يجوز فعل هذا فيما شجر المدينة، لأنه شجر الحرم. نعم. أو يعضد يعني يقطع. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة. نعم، ما بين جبليها اللي هو عير إلى ثور. نعم. اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. متفق عليه. ودعا لهم بالبركة، دعا لأهل المدينة بالبركة عليه الصلاة والسلام كما دعا إبراهيم لمكة. نعم. وللبخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث. ولا يحدث فيها حدث يعني حدث بدعة، حدث المراد بها البدعة. وأيضا لا يحدث فيها حدث يعني كبائر الذنوب، مثل السرقة، مثل قتل، الاعتداء على الناس بالقتل، هذا حدث. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم. ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم. ولمسلم عن عاصم الأحول قال: سألت أنسا: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، هي حرام ولا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يختلى خلاها يعني لا يقطع العشق الذي فيها،
أما أن ترعاه الدواب فلا بأس، اتركها ترعى، لكن أن يقطعه ويجمعه ويدخره لا، ما يجوز هذا، مثل مكة. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها، لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح. ما بين مأزميها، المأزمين هم الجبلان، يعني جبل عير إلى ثور. نعم. لا يهراق فيها دم ولا لا يعتدى على أحد بالقتل حتى يخرج من الحرم. نعم. ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف. إلا لعلف. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عظاها ولا يصاد صيدها. لا يقطع عظاؤها. عظاؤها؟ عظاهها. عظاهها بالهاء. نعم. يعني مثل الحديث الذي سبق: لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها، يعني يقطع الحشيش الشجر العشب، ما يقطع يؤخذ، إنما يترك للدواب ترعاه. نعم. لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها، رواهما مسلم. ولا يصاد صيدها، ما كان داخل الحرم من الطيور والظبا ونحو والأرانب ونحوها لا يصاد. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة: حرام ما بين حرتيها وحماها كلها، لا يقطع ما بين لابتيها، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وأيضا الحمى من وراء الحرم، حرم المدينة حمى لها. نعم. حرام محدد، أيضا حمى محدد، الآن جعل عليها أعلام توضحه. نعم. قال في المدينة: حرام ما بين حرتيها وحماها كلها، لا يقطع شجره إلا أن يعلف منها، رواه أحمد. نعم. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة، أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. حديث كثيرة في هذا الموضوع، كلها بمعنى واحد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ما يقع في حرم المدينة من شجر ومن صيد. نعم. وعن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا. نعم. وعن عامر بن سعد، عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق، قصر سعد في وادي العقيق موجود إلى الآن، موجود القصر، قصر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد سلبه، يعني أخذ ثيابه. نعم. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم، رواهما أحمد ومسلم. تنفيذ للحديث، هذا تنفيذ للحديث، حماية لحرم المدينة. نعم. وعن سليمان ابن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلبه ثيابه
فجاء مواليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلب ثيابه يعني. نعم. ولكن إن شئتم أعطيكم ثمنه أعطيتكم. نعم. رواه أحمد وأبو داود، وقال فيه من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه. نعم. باب ما جاء في صيد وج. وج هذا وادي في الطائف، واد في الطائف يقال له وادي وج، وهو محدد الآن بهذا الاسم. نعم. وهذا اختلف العلماء فيه، هل هو حرم أو ليس بحرم. نعم. باب ما جاء في صيد وج عن محمد بن عبد الله ابن إنسان عن أبيه. عن محمد بن عبد الله ابن إنسان. نعم. عن أبيه عن عروة ابن الزبير عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صيد وج وعظاهه حرام محرم لله عز وجل. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه، ولفظه إن صيد وج حرام. قال البخاري ولا يتابع عليه. نعم. وفي خلاف الآن في وادي وج، هو محدد الآن مبين، اختلف العلماء هل لا يصاد صيده ولا يؤخذ شجره أو لا، في خلاف. نعم. أبواب دخول مكة وما يتعلق به. باب من أين يدخل إليها. نعم. مكة السنة أن يدخل إليها من أعلاها، يدخل إليها من أعلاها من طريق المعلات أو الأبطح، وأن يخرج من أسفلها من كدى، فيدخلها من كدى ويخرج من كدى، ولهذا يقولون افتح وادخل وضم واخرج، أو اخرج وضم، يعني الشكل، شكل الكلمة. نعم. كدى هذا من أعلاها، كدى هذا أسفل مكة، هذه السنة يعني. نعم. أبواب دخول مكة وما يتعلق به. باب من أين يدخل إليها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء. نعم. طريق الحجون، طريق الحجون، ريع الحجون اللي يسمى ريع الحجون، عند المقبرة، عند مقبرة المعلات. نعم. وإذا خرج من الثنية السفلى. الثنية السفلى ليكدى. نعم. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها. الثنية هي المرتفع، الجبل، الطريق في الجبل يسمى ثنية. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. نعم. دخل من كدى طريق الحجون، ريع الحجون، وخرج من أسفلها من كدى. نعم. اللي تسمى المسفلة الآن. نعم. وفي رواية دخل عام الفتح من كدى التي بأعلى مكة. نعم. متفق عليهما. وروى الثاني أبو داود وزاد ودخل في العمرة من كدي. نعم. باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك. نعم. باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك. عن جابر رضي الله عنه وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال
قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى البيت رفع يديه، ورد لكنه لم يثبت كما سمعتم، فليس بمشروع. نعم. وعن ابن جريج قال حدثت عن مقسم عن ابن عباس. عن مقسم مقسم حدثت عن مقسم عن ابن مقسم مقسم حدثت عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت. نعم، ترفع الأيدي في هذه المواضع، منها إذا رأى البيت، منها إذا رأى البيت، وهذا فيه ما فيه، ومنها على الصفا والمروة، هذا صحيح، رفع اليدين على الصفا والمروة هذا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند تكبيرة الإحرام وعند الرفع من الركوع، عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، أربعة مواضع في الصلاة ترفع فيها الأيدي: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأول. نعم. وعشية عرفة، عشية عرفة ترفع الأيدي في الدعاء في عرفة. نعم. وبجمع عشية عرفة يعني عند الانصراف، عند الدعاء، عندما ينصرف من يدعو، يدعون الحجاج يجتهدون في الدعاء عند الانصراف ويرفعون أيديهم. نعم. وبجمع، وبجمع وهي المزدلفة، تسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها بعد الانصراف من عرفة، تسمى جمعا وتسمى المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني مزدلفة، يعني المزدلفة هي المشعر الحرام، سميت المشعر الحرام لأنها داخل الحرم خلاف عرفة فهي خارج الحرم. نعم. وعند الجمرتين، جمرة عند الجمرة، لا راد يعني يرمي الجمرة، يرفع يده ويرمي الحصى ولا يضع الحصى وضعا أو يعني ينزله بدون رفع يد، لا يرفع يده مع كل حصاة ويكبر. نعم. وعلى الميت. نعم. وعند الجمرتين وعلى الميت، عند الجمرتين يعني الجمرة الوسطى، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، أما الكبرى فينصرف بعدها، ما يقف. نعم، ما يقف يدعو، إذا رمى الجمرة الصغرى فإنه يمشي إلى الجمرة الوسطى، فإذا تعدى الجمرة الصغرى وقف ودعا مستقبلا القبلة، ثم إذا رمى الجمرة الوسطى كذلك تعداها يقف ويدعو بعد رمي الجمرة الوسطى، فإذا رأى الجمرة رمى الجمرة الكبرى ينصرف ولا يدعو. نعم. ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت، وعلى الصلاة على الميت. نعم، مع كل تكبيرة على الصلاة على الميت. نعم. وعن ابن يكبر، يرفع يديه ويكبر تكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يرفع يديه الرفع الثاني ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يرفع يديه ويدعو للميت، ثم يرفع يديه ويسلم. نعم. وعن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة،
وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. رواهما الشافعي في مسنده. نعم. باب طواف القدوم والرمل. يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: تعلمون حفظكم الله ما حدث قبل يومين من قيام الحوثيين الرافضة باستهداف مكة المكرمة الآمنة بصاروخ، لكن الله سبحانه لطف ثم باستيقاظ جنودنا البواسل قبل إصابته الهدف. يقول: ما توجيهاتكم حيال ذلك، وما الواجب على المسلمين في هذا الأمر؟ أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن صرف كيدهم عن المسجد الحرام، وأن ندعو عليهم وهم مستحقون للعقوبة، وليسوا هم أول من فعل هذا. القرامطة ماذا فعلوا بالبيت؟ وقبلهم ماذا أراد ملك الحبشة؟ أن يهدم الكعبة، ولكن الله لهم بالمرصاد، الله جل وعلا لهم بالمرصاد. نعم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذا ملك الحبشة جاء بفيل عظيم ليهدم الكعبة، ولكن الله صده، ثم الله جل وعلا أرسل عليهم طيرا أبابيل، جماعات يعني، وهي الخطاطيف، كل طائر معه ثلاث حجارة، واحدة في منقاره واثنتين في رجليه، كل رجل فيها حجر. فلما توسطت القوم أمطرتهم بالحجارة، فكان الحجر يشدخ رأس الكافر ويخرج من دبره، حتى أهلكهم الله في مكانهم، لم ينجو منهم أحد. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وسمي هذا العام عام الفيل، وهو العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ولد في عام الفيل عليه الصلاة والسلام. والقرامطة كذلك ماذا فعلوا؟ وقتلوا الحجاج في المسجد الحرام، وقتلوهم في عرفة، وحملوا الحجر الأسود إلى كعبة بنوها سمى الكعيبة، ووضعوه فيها، وبقي هناك أكثر من عشرين سنة إلى أن رده الله إلى الكعبة. هذا فعل الشيعة والروافض بحرم الله عز وجل. ولكن الله، وهذول شيعة، الحوثيين شيعة روافض، فهم على ميراث آبائهم، والله جل وعلا لهم بالمرصاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت. وورد عنه عليه الصلاة والسلام: المدينة خير لكم لو كنتم تعلمون. خير لهم لو كانوا. نعم. المدينة خير لهم، ضمير الغائب. نعم. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم، يعني كان الناس يخرجون من المدينة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمصار لما فتحت الفتوح، الرسول يرغب في البقاء في المدينة، ويقول: هي خير لهم لو كانوا يعلمون خيريتها. نعم. ثم يقول حفظك الله: هل يؤخذ من هذين النصين أن المدينة والسكنى بالمدينة أفضل من السكنى في مكة؟ لا، السكنى في مكة أفضل، مكة أفضل من المدينة، مكة أفضل من المدينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
لما ذكر مسألة المفاضلة بين سكنى مكة والمدينة أيهما أفضل قال: والصواب أن البلد الذي يزيد فيه إيمان الإنسان ويكثر نفعه ويتعدى فالسكنى فيه أفضل، لأن الصحابة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم سكنوا الشام والعراق ومصر لأن نفعهم أكثر. يقول: ما التوجيه في ذلك؟ هو صحيح، يعني تبقى في مكة وأنت عندك علم وخير، أو تترك الجهاد في سبيل الله وتبقى في مكة، لا، هناك أعمال أفضل من سكن مكة، هناك أعمال سكن أفضل من سكن مكة، الجهاد في سبيل الله، الدعوة إلى الله عز وجل، نشر العلم في المشارق والمغارب، هذا أفضل ما في شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز تربية طير الحدأة حيث إنها جاءت من نفسها إلى شجرة بجوار بيتنا من دون شراء أو إحضار؟ لا، ما يجوز تملكها ولا يجوز أكلها ولا اطردوها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، من الفواسق تحجزونها عندكم وهي من الفواسق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما يسمى بالصرصار أكرمكم الله والنمل المؤذي، هل يقتل في الحرم؟ نعم، كل ما يؤذي يقتل في الحل والحرم دفعا لأذاه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع، وهي النحلة والنملة والهدهد والصرد، فهل هذا خاص بالحرم أو هو عام؟ عام، هذا عام، هذه الأربعة لا تقتل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل في قطع شجر الحرم في مكة أو المدينة هل فيه فدية؟ هل في قطع شجر الحرم في مكة أو في المدينة هل هناك فدية؟ نعم، يثمن ويدفع مقدار فديته. نعم، يثمن الشجر اللي هو قطع ويدفع صدقة بدله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكلب العقور، هل يدخل الأسد والذئب؟ هذا أولى، ما في شك، الأسد والذئب والنمر هذه أولى بالقتل، لأن فتكها أشد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الغراب الأسود الذي ليس بأبقع هل يقتل أم يترك؟ يقولون الأبقع، الغراب الأبقع هو الذي يقتل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هناك فرق بين الحمى والحرم من ناحية الأحكام؟ إيه نعم، الحمى وراء الحرم، حمى للحرم من ورائه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، هل هذا التحريم بوحي من الله سبحانه؟ نعم، بلا شك أنه وحي من الله، الذي يحرمه الرسول حرمه الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يفضلون السكنى في المدينة لأنهم يجدون فيها الراحة أكثر من مكة لشدة الزحام في مكة، يقول: هل في ذلك من حرج؟ لا، ليس فيه من حرج، إذا كان سكناه في المدينة أحسن له وأريح له، ما في شك، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: تسمية مكة بمكة المكرمة، يقول: هل هذه التسمية مشروعة؟ مكة المكرمة، مكة المشرفة، لا بأس بهذا، هي مكرمة، كرمها الله سبحانه وتعالى وشرفها الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول:
هل يضاعف أجر الصلاة في المدينة في كل المدينة أم أن المضاعفة خاصة بالمسجد النبوي فقط؟ عام في حرم المدينة كله، لكن مسجد الرسول ما في شك أنه أفضل. نعم، وإلا الفضل يتناول كل ما كان داخل حرم المدينة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرسول يقول صلاة في مسجدي هذا، في مسجدي هذا، خص هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك نوع من أنواع الحطب يؤتى به من المدينة، فهل يدخل ذلك في التحريم والمنع لمن احتطب منه لقوله ولا تقطع فيها شجرة؟ ما هو من المدينة، هذا من الأودية التي حول المدينة، السمر اللي قالها السمر، هذا ما من الأودية اللي خارج الأودية بعيدة عن المدينة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم خمس فواسق، هل العدد له مفهوم هنا؟ أي له مفهوم، نعم له مفهوم، هذه مخصصة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة في حرم المدينة، يقول هل هذا خاص بالمدينة أم المدينة ومكة؟ المدينة ومكة، ما في بس تعلف دوابك من العشب من ورق الشجر، ما في بس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ذهبت إلى العمرة قبل أسبوع ووجدت 10 ريالات داخل الحرم أو داخل دورات الحرم الموجودة خارج الحرم، فأخذتها وأعطيتها لعمال النظافة، يقول هل في ذلك من حرج؟ 10 ريالات؟ نعم هذا مبلغ يسير لا بس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أنا أعمل في مجال الأبحاث الطبية وأحيانا نضطر إلى إجراء تجارب دوائية على الحيوانات وغالبا الفئران والجرذان بحقنها بأدوية، سؤاله على هذا التوضيح الذي مر في الدرس، هل نقتلها بعد انتهاء التجربة بلا تحفظ؟ إذا كان من بقائها ضرر إنها تتلف، أما إذا لم يكن من بقائها ضرر على الناس تترك. نعم وكذلك حفظك الله، يقول أحيانا نجري تجارب على الحيوانات الأخرى كالأرانب والكلاب، فهل هناك ضوابط تنصحون بها في هذا الأمر؟ والله هذه مسألة تحتاج إلى نظر أهل العلم، أنا أذكر أنها عرضت على هيئة كبار العلماء لكن ما صدر فيها شيء في علمي، هي تحتاج بحث. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أبي وأمي يتصلون علي بالجوال فأقوم بإغلاق الجوال عليهم من أجل أن تكون الخسارة والصرفية علي لا عليهم، فهل فعلي هذا فيه شيء من العقوق؟ نعم لا تغلق الجوال في وجوههم، اسمع منهم وش يقولون وش. نعم رد عليهم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولا بغيت تنفعهم عطهم شيء غير الجوال، عطهم دراهم غير الجوال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم رفع اليدين عند الذهاب إلى الروضة وعند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا تجوز رفع اليدين عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما في المسجد، في مسجد الرسول إذا أردت أنك تدعو تنصرف عن القبور تتجه إلى القبلة وتدعو الله عز وجل في المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول امرأة لا تقبل بالتعدد لزوجها، يقول هل في ذلك شيء بالنسبة لدينها؟ هذا من باب الغيرة، النساء معروفة ما يبن أحد يشاركهن، هذه من باب الغيرة في النساء طبيعة يعني. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، يقول بالنسبة لتكبيرات الجنائز، يقول هل تضم الأيدي بعد كل تكبيرة؟ كيف تضم؟ توضع اليمنى على اليسرى. لا، يتابع، يتابع إيه يعني، إذا كبر تكبيرة الإحرام يضع يديه على تحت سرته أو تحت صدره ويضمها، فإذا أراد يكبر رفعها وهكذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول تحصلت على قرض ربوي من البنك لشراء بيت لي، وقد تبت إلى الله عز وجل، فماذا أصنع بهذا البيت؟ هل الأفضل أن أبيعه وأرجع المال للبنك؟ يفرح البنك بهذا، إذا كنت بيعه تصدق بثمنه، تصدق بثمنه، نعم، يعني تخلص منه، تخلص من ثمنه بإعطائه للمشاريع الخيرية أو للمحتاجين، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يذهب لزيارة البلدان الكافرة في أماكن ليس فيها أناس لأجل أن يتجول وأن يذهب للسياحة؟ لا يجوز السفر للبلاد الكفار إلا لتجارة أو لطلب علم لا يوجد إلا عندهم، صناعة أو هندسة أو غير ذلك، أو لعلاج، علاج مرض، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من فرنسا تقول إن زوجها غير ملتزم ويطعن في العلماء، فطلبت منه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام لكنه رفض. تقول المرأة: فقمت أنا بالهجرة إلى بلد مسلم فرارا بديني، وطلبت منه الطلاق فرفض. سؤالها: هل يجوز لها أن تبقى وحدها في هذا البلد المسلم الذي هاجرت إليه؟ نعم، تبقى مع المسلمين وإن جاء إليها، لكن هو مسلم، هو نعم، أي يصير تارك للهجرة وعاصي في هذا. هي فعلت المشروع الحمد لله، تبقى إن كان له رغبة فيها يأتي، وإن كان ما له رغبة فيها هي فعلت الواجب عليها، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للخاطب أن ينظر إلى وجه مخطوبته؟ نعم، ينظر إلى ما يدعوه إلى الرغبة فيها، ينظر إلى وجهها وكفيها من غير خلوة، من غير خلوة بها، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: قراءة القرآن من أجهزة الجوال مع وجود المصاحف، يقول هناك الكثير يقومون بهذا العمل وقد تركوا المصاحف، هل في ذلك شيء؟ ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، إذا كان إن فيه تعلم للقرآن وضبط للقرآن ما في شيء، من المصحف أو من الموقع أو من المدرس، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صليت صلاة العصر ثم حضرت فوجدت جماعة يصلون العصر، فهل الأفضل أن أصلي معهم وأجعلها نافلة؟ نعم، إذا كنت صليت وحدك، إذا كنت صليت وحدك وحضرت الصلاة تقام، أما لو جيت وهم يصلون لا، ما تصلي معهم لأنك صليت، لكن حضرت الإقامة لا تجلس، صل معهم تكون لك نافلة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول: في عصرنا الحاضر هناك عدد كبير من النساء أصبحنا يرتدن عيادات الليزر للتخلص من الشعر الغير مرغوب فيه،
فتضطر المرأة إلى كشف أكثر جسدها للممرضين أو الممرضات، وتكشف حتى العورة المغلظة، فهل هذا جائز؟ لا، ما هو جائز، أي بإمكانها إزالته بنفسها، إزالته بنفسها بمزيل بمقص بموس تزيله بنفسها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والدي أعطاني مبلغا من المال لشراء أرض مساعدة منه، يقول: لكن هذه النقود قد أخذها والدي من قرض الربوي، سؤاله: هل يجب علي أن أرجع هذا المبلغ لوالدي ولا أستفيد منه؟ يقول: يقول والدي أعطاني مبلغا من المال لشراء أرض لي مساعدة منه، لكن هذه النقود التي أعطاني إياها قد أخذها من قرض الربوي، سؤاله: هل يجب علي أن أرجع هذا المبلغ لوالدي ولا أستفيد منه؟ لا، ضعه في مشروع، ضعه في مشروع ينفع، تخلص منه من باب التخلص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى تبدأ أذكار المساء؟ هل هو بعد الزوال أو بعد العصر؟ تبدأ بعد الزوال أو بعد الظهر، بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، كل وقت، كل وقت المساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: توفي أخي وعليه دين مقداره 4000 ريال، ولا ندري من صاحب هذا المال وكيف نرده، فما هو العمل؟ تصدقوا بها، تصدقوا بها على محتاجين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا من بلاد يمنع فيها إعفاء اللحية، بل قد أتعرض للسجن والضرب إذا سافرت إليها وعلي لحيتي، سؤاله: هل يجوز لي أن أحلقها وأنا مسافر إلى بلدي؟ لا، هذه معصية ولا تجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وما أظنهم يتعرضون لك إذا ما حصل منك إساءة ولا حصل منك تعدي على أحد، ما أظنهم يتعرضون لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم المرأة التي تكذب على زوجها إذا طلبها للجماع فتقول إن عليها الدورة وهي كاذبة، هل يجوز لها هذا الأمر؟ حرام عليها، حرام عليها ذلك، إذا طلب زوجها وأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح كما في الحديث، ما يجوز لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الأمور المشروعة للخاطب عند خطبته لامرأة؟ هل يجوز له الحديث معها والكلام معها بالهاتف بحجة التعارف بينهما؟ والله ما ينبغي هذا، يروح عند وليها ويحضر هي وياه عند وليها وينظر إليها ويكلمها، ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: زوجتي لا تطيعني في أشياء كثيرة، وهي لا تصلي، وقد نصحتها كثيرا ولكنها تعصي أمري، يقول: ما النصيحة في هذا الأمر؟ لا تحل لك وهي لا تصلي، لا تصلي كافرة، ولا تحل لك، ولا تمسك بعصم الكوافر، فإذا أبت أن تصلي فهي كافرة، ما تحل لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لي أخت تذهب إلى الأولياء وهي جاهلة، فزوجها صوفي وهو الذي يذهب بها، وقد نصحتها وقلت إن هذا شرك بالله، لكن زوجها مصر على الذهاب بها، يقول: كيف التعامل في هذا؟ ما يصلح أن تبقى معه، قلنا لكم ما يصلح تبقى مسلمة مع كافر، اللي يذهب إلى الأولياء ويسألهم الحوائج ويدعوهم من دون الله هذا كافر مشرك، لا يصلح أن تبقى معه مسلمة. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول:
ما حكم المشي في نعل واحدة؟ لا يجوز هذا، منهي عنه، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا انقطع شسع نعلك فتخلع الصحيحة حتى تصلح المختلة هذه، تمشي بهن جميع، لأن المشي بنعل واحدة هذا تشبه بالشيطان، ولا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يوجد في بعض القطاعات الحكومية أثاث وحاسبات آلية وفرش، إذا استهلكت فترة معينة فإنه يعمل لها محضر وتتلف بالحرب. سؤاله: هل يجوز لي أن آخذ من تلك الحاسبات والخيام وغير ذلك من الأثاث لأستفيد منه قبل أن يحرق؟ نعم، إذا كان سيحرق خذ منه، خذ منه ما لم يمنعوك، ما لم يمنعوك منه خذ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا نزع المسلم الجورب بعد أن مسح عليه فهل ينتقض وضوءه بذلك؟ نعم، ينتقض، إذا خلع الممسوح عليه انتقض وضوءه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بسابع جار، وما معنى ذلك؟ سابع جار؟ نعم، والله ما أعرف هذا. أوصى بالجار، أوصى بالجار، أما سابع جار ما أعرف هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: أكثر الجامعات في بلدنا هناك فيها اختلاط، فهل يجوز لي أن أدرس في هذه الجامعات لأجل الدعوة إلى الله؟ إذا كانوا يقبلون منك وتؤثر عليهم نعم، أما إذا كانوا ما يقبلون منك فلا تدرس فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أبي يريد الزواج بامرأة ثانية، وطلب مني أن أساعده في هذا الزواج، وأخاف من غضب أمي، يقول: فما الواجب علي شرعا في ذلك؟ إذا كانت ستغضب عليك أمك فلا، اعتذر منه، اعتذر منه ويجد غيرك ممن يساعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ورد أن الدعاء بين الأذان والإقامة أنه لا يرد، يقول: هل ترفع الأيدي بين الأذان والإقامة؟ لا، بدون رفع، بدون رفع، يدعو بدون رفع يدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أنه يستحب أن يفصل المسلم بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال؟ هذا للإمام، للإمام خاصة، لئلا يظن أن الصلاة لم تنتهي، أما غير الإمام فلا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم وضع الكتب الشرعية على المصاحف؟ لا بأس بذلك، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أنه في يوم الجمعة ليس هناك وقت نهي أثناء الزوال؟ ما يتسع، ما هناك وقت يتسع، ما هناك وقت يتسع عند الزوال، الزوال سريع مرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم وضع آيات من القرآن تحت الوسادة لمن كان نومه قليلا؟ لا، ما يصلح يتوسد القرآن، ما يصلح هذا، لكن يورد عليه بالورد قراءة آية الكرسي، قراءة المعوذتين والإخلاص، قراءة الفاتحة لأنها رقية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول:
إذا نسي الإمام فجهر في الصلاة السرية فهل يسجد للسهو؟ يستحب، ما هو واجب، يستحب أنه يسجد للسهو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل خروج المذي يوجب الغسل من الجنابة؟ لا، يغسل المذاكير وما أصابه المذي، يغسله نجاسة مخففة، ينضحه بالماء ويكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد أن الشتاء ربيع المؤمن وأنه يستحب الصيام فيه لقصر نهاره ويستحب القيام فيه لطول ليله؟ نعم، كانوا يفرحون، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفرح بليالي الشتاء لطولها من أجل التهجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الأكل من المال الحرام لأجل الحاجة؟ ما حدك الله على المال الحرام، ما حدك الله على المال الحرام، الحلال كثير ولله الحمد، ألا تأكل من الحرام، ابتعد عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لإنسان يحسن إلى الناس لكنهم كثيرا ما يسيئون إليه، كيف يتعامل معهم؟ يصبر عليه بالصبر والبقاء على الإحسان إلى الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز قتل الجراد في مكة وهل فيه فدية؟ لا، الجراد ما فيه بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز شراء الأجهزة الإلكترونية والجوالات للأطفال الصغار؟ لأن الجراد من البحر، والذي يحرم هو صيد البر، والجراد من البحر. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز شراء الأجهزة الإلكترونية والجوالات للأطفال الصغار؟ إذا كان لهم مصلحة منها لا بأس، أما إذا كان تضرهم أو تلقنهم أشياء ما هي طيبة لا، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على الرقية؟ نعم، لا بأس، إنها حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، والذين رقوا اللدير شرطوا عليهم قطيعا من الغنم، وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قطع الطائف بالبيت قطع الطواف لفاصل طويل، هل يبدأ من جديد أم يكمل؟ إذا كان قطعه بصلاة أو انتقض وضوءه فإنه ما يبني على ما سبق، يبدأ من جديد. أما إذا كان أنه باق على طهارته فإنه يبني على ما سبق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند انتهاء بعض الناس من قراءة القرآن فإنه يقوم بتقبيل المصحف، يقول: هل هذا الفعل مشروع؟ ما ورد هذا إلا عن بعض الصحابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: إن والدها يرفض تزويجها هي وأخواتها من الناس الغرباء البعيدين عن العائلة، تقول: وقد كبرنا في السن، فما نصيحتكم لنا وله؟ والله شوفوا أحد يكلمه من أقاربه وينصح عن هذا الفعل، هذا عضل، وإذا أصر لابد من الرجوع للقاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم صلاة المسلم وهو حاق؟ يكره هذا،
يكره لأنه يذهب الخشوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما هو العلاج أو ما هو علاج الفتور في طلب العلم؟ فإنني كنت قويا في الطلب ثم حصل لي كسل في ذلك. عليك بالعزم، عليك بالعزم والرغبة، يعينك الله إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من نسي المسح على الأذنين في الوضوء، هل يجب عليه أن يعيد الوضوء كاملا؟ إذا كان إنه يعني ذكر قريبا ولا جفت أعضاؤه، فهو يمسح على الأذنين وما ويكمل ما باقي بعده، ويبني على ما غسل وما سبق من الوضوء، يبني عليه، لأنه ما يزال رطب الأعضاء. أما إذا يبست أعضاؤه فلا بد من إعادة الوضوء من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد نص على وجوب قتل الكلب الأسود؟ الأسود البهيم، قال إنه شيطان. نعم. وكذلك حفظك الله يقول: وهل تقتل القطة السوداء؟ لا، ما ورد في هذه أنها تقتل، إلا إذا آذت ولا يندفع لها إلا بالقتل تقتل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قتل الوزغ؟ هل هو أمر مشروع؟ نعم، لأن الوزغ فيه ضرر على الناس في سمه وفي أذاه، فهو من الأشياء التي تقتل دفعا لأذاها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم إذا كان مريضا أن يتداوى بدواء محرم؟ لا، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فلا يجوز التداوي بالحرام، هناك أدوية مباحة ولله الحمد كثيرة. نعم. انتهى.